عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم غنقترح عليكم واحد الكيكة صحية بالدقيق الكامل في متناول الجميع. ما فيهاش الفرز، فيها الدقيق الكامل بالنخالة ديالو. هذا اللي كتشوفوا في الصورة. عندنا في المقادير ان شاء الله عندنا جوج بيضات، عندنا كاس ديال الحليب، كاس لاروب ديال السنيدة، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا واحد الساشي ديال الكاكاو، عندنا معلقة كبيرة ديال الخل، عندنا خمارة ونص ديال الحلوى، عندنا شوية ديال الملح، وعندنا جوج كيسان تقريبا ديال الدقيق الكامل. المهم وقت ما خلطنا غنقول لكم شحال درت بالضبط. وعندنا في الداخل غنديروا شويه ديال الطبق مقطع صغير، عندنا شويه ديال المشمش الجاف مقطع صغير. المهم هاد الخلطه اللي متوفره عندكم في الدار، شويه ديال الفيرميسيل ولا الشوكولا ديال الكوكيز اللي متوفر، شويه ديال الكركاع مقطع صغير. المهم هادو بالنسبه للفواكه الجافه اللي متوفره عندكم في الدار ديروها فيها. هذا ما كان البنات، غنمشيو للطريقه. عندنا غنديروا كلشي في الطلاط، غنخلط البيض وسنيده وشويه ديال الملح حتى يتخلطوا مزيان، وديك الساعه غنرجع معكم باش نضيفوا العناصر الاخرى. المهم غندير دابا البيض، مش هذيك القبيصه ديال الملح، غندير سنيدة، دابا غندير يتخلط مزيان ونرجع معاكم. انا البنات راني خلطت داك البيض وسنيدة وشوية الملح. غندير واحد راني نسيتو ما قلتش في المقادير، سمحوا لي. عندي غندير دابا الزيت، نص كاس ديال الزيت، غندير داك الحليب، غنخلط هاد العناصر ونرجع معكم عاوتاني. انا البنات راني خلطت العناصر كيف ما شفتوا، ها هو درتو في واحد الاناء. دابا غنزيد ليه ديك معلقه ديال الخل، نزيدو الدقيق، غنضيف دابا جوج كيسان هنا، غنزيد الكاكاو، غنخلط، كتبان ليا شويه جاريه داك جوج كيسان ديال الدقيق. غادي نضيف باقي شويه وديك الساعه نقول لكم شحال زدت فيها. انا جبت كاس اخر ديال الدقيق الكامل، غنزيد دابا نص الكميه ديالو، نص كاس، وغنخلط، غنضيف ديك الخمارة ونص، هاي هو دابا صافي. يعني درت جوج كيسان ونص ديال الدقيق. دابا غناخدو هاد العناصر ديال الفواكه الجافة، غادي نخلطو هنا مع شوية ديال الدقيق ونغربلهم، وديك الساعة نرجع معاكم. هما الفواكه الجافة البنات، درتهم في شوية ديال الدقيق الكامل، خلطتهم مزيان وغربلتو حيت منو داك الدقيق. بالنسبة لفيغميسي درتو في الخليط. دابا غادي نضيفو هاد الفواكه الجافة، غنخلص كيما كتلاحظو، انا البنات غنخلط مزيان. دابا غنصبو في اناء كاف المول مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق الكامل، نصب فيه الخليط، هذا
انا البنات بعد ما قد ديت الكيك ديالي في المول كما كتلاحظوا، غناخدو شويه ديال لوز افيلي ولا لوز كونكاسي، المهم اللي متوفر ولا كاوكا ولا متوفر عندكم. غادي نرشو فوق الكيك، هذا غير اختياري. دابا غندخلها الفرانه البنات، راه سخنتو ديجا على 180 درجه. دابا غندخلو يطيب من التحت ونشعل عليه الفوق يتحمر شويه، وديك الساعه نتلاقى معاكم في الطبق التقديم. ها هي الكيكه البنات، ها هي خرجتها من الفرن كما كتلاحظوا، هادشي خفيفه شويه تبان ليكم. هذا دهنتها بشويه ديال الماكباج غير اختياري باش كيعطيني انا داك اللمعان. نقطع لكم دابا شي طريف، كتجي هشيشه ومعلكه. هي البنات كنتمنى تكون واضحه ليكم، باقي سخونه هما دوك الفواكه الجافة من الداخل كيبانو. هذا ما كان البنات، كنتمنى تجربوها تعجبكم، صحية ومفيدة هكا للكوتي ولا للفطور، بدون دقيق الفورص هكا بدقيق كامل كتجي زوينة. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر ان شاء الله في لي كومونتير. كنتمنى ديروا لي لايك البنات ما تنساوش. وهذا ما كان البنات، كنتمنى تعجبكم الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. غنتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. ما تنساوش البنات هاد الكيكه ما ديروهاش في الثلاجه، هكا خليوها حتى تبرد وحطوها في شي حاجه هكا وغطوها وخليوها غير في الكوزينه هكا، حيت باش ما تنشفش لكم الا كتبقى واحد 3 ايام ولا سميتو كتبقى لكم باقي زوينه، حيت على حسب الدقيق الكامل كيشرب ماشي بحال الدقيق الفورص. ايوا هذا ما كان البنات، بغيت غير نقولها لكم حيت نسيت، وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. يلا بالسلامه عليكم.